يعني جديد مبدئيا انا بعمل معاك الحوار وانا بكرش، بس ده مش بتاعي بجد. لكن عامل في حلقه من الحلقات، احنا دايما في الموسم ده يعني التاسع والعاشر، ان يبقى في افكار جديده، يبقى في حلقات جديده. قدمنا عدد كبير قوي من الحلقات اللي كنا بنعملها قبل كده، كم كبير جدا من الاحداث بنحاول ناخد منها ونقدم في الاجزاء الجديده التاسعه والعشره يعني. بالاضافه طبعا لما يستجد من تطور في العيله كعمر، يعني مثلا بنتي صغيره كبرت 6 سنين، مرحله دخول الجامعه اللي هي من عرب ياسمين، شخصيه ياسمين، اخت مراتي اللي هي نجيم محمد اللي عامله شخصيه نجلاء، دي اتجوزت في احداث جديده. نفس الحكايه بالنسبه ليا، وبالنسبه لعوده رمزي، ان رمزي رجع معانا في الجزئين دول اللي هو سامح حسين، فدي برضو حاجه يعني بسطانا كلنا ان احنا في زي كيمياء بيني وبينه، بنقدر نعمل مشاهد لطيفه يعني. فنتمنى ان الجزئين دول يعجبوا الناس باذن الله. لا هو متعب لان معمول زي استك بشكل معين، فبيضغط على الاورده وعلى الحاجات دي، فعمل لي زي هبوط كده شويه. وهو مش معمول بشكل يعني كويس قوي، حسن مصطفى هو عامل لنا ملابس وشاطر قوي، بس عامله بتاع يوم بتاع مشهدين، غير ما بيتعمل ده رابر ده موضوع تاني ووقت تاني وتكلفه تانيه لحاجه تستخدم كعمل طويل زي فيلم. يعني يمكن من اكتر الحاجات اللي اتعملت بشكل كويس قوي فيلم اكس لارج بتاع احمد حلمي، بس ده بيتعمل بتقنيه تانيه ووقت بياخد 8 ساعات عشان يتعمل، وبفلوس كتيره جدا. لا احنا بنعمل الحكايه هنا بشكل مبسط زي الكرش ده معمول زي سفنج ومعمول بقماش، لو عايزين نعمله صح قوي بيتعمل بحاجه زي رابر، وليه ناس متخصصين وبتعمل له اسطمبه، والاسطمبه دي بعد كده حتى الكرش ده نفسه لو واحد بيتهز هو نفسه بيتهز، فده نوعيه رابر كمان خفيفه تعمل اللي هو الافكت ده او تعمل التاثير ده. لا احنا عاملين الحكايه بشكل مبسط عشان كده الموضوع نفسه كان سهل يعني.